النهارده هتكلم على لونج تيرم او سوينج انفستنج في البيتكوين. بمعنى اولا احنا قلنا قبل كده ان عشان تنفست في اي تريد بتعمله سواء كان في البيتكوين از كريبتو كرنسي او في ايا كان كرنسي او كان ستوك ماركت ايا كان التريدرز ثلاث انواع. او النوع شورت تريدر اللي هو بيدخل التريد وبيخرج في نفس اليوم، بيبقى عارف ان مثلا السعر هيطلع مثلا رقم معين فهو بيستغل البرايس فلكشويشن ويطلع بمكسب سواء كان طلع لونج او نازل شورت، يعني سواء كان هيشتري او يبيع. وهتكلم دلوقتي يعني ايه تبيع حاجه وانت ما عندكش اصلا. او سوينجرز اللي هو بياخد بوزيشن، لسه مثلا بيشتري بيتكوين دلوقتي مثلا سعره حاليا دلوقتي سعره 36,275، وهو عنده بناء على تحليلات معينه عارف ان السعر هيعلى بكره مثلا يبقى 37,000 او whatever، مثلا هيزيد مثلا 50 60 سنت whatever الرقم اللي هو عايزه، فيشتري النهارده ويبيع بكره. الفكره في طبعا اللونج تيرم انفستمنت اللي هو ممكن واحد مثلا بيشتري مثلا السنه دي وعارف ان هو مثلا الناس بتقول ان البيتكوين هيوصل سعره 100,000، في ناس بيقولوا كده هيوصل سعره 100,000 في 2021. طبعا كل دي توقعات، يعني زي مثلا قلنا مثلا هنا الشارت دي مثلا هو بصينا الشارت دي انا عملتها ييرلي وان داي اكشلي ديلي. فلو بصينا هنا مثلا هنلاقي ان لو افترضنا ان في حد اشترى البيتكوين كان لما كان سعره 3872 للسي مثلا، ده كان في 4 ابريل 2019، ده يبقى نادي على فكره 4 ابريل 2019، اشترى البيتكوين ب 3900 بالظبط 3924، يعني بالظبط تقريبا من سنتين وشويه. النهارده هيبيعه بكام؟ ممكن عملنا زوم اوت، ادي المنظر، هو باع هنا اشترى هنا واشترى هنا الحقيقه 3000 اقل من كده كمان وباع هنا، كسب طبعا مبلغ رهيب بس قعد سنتين. اوكي، الفكره بقى في موضوع اللونج تيرم انفستمنت، لان ده برضو الناس كتير في مصر بيتكلموا فيه، ان انا ممكن اشتري بيتكوين النهارده واستنى في 2020 هشتري مثلا ب 100,000 جنيه بيتكوينز واحوشهم كانهم ذهب واستنى السنه الجايه ممكن يغلوا وهكذا. كلام جميل جدا يعني، بس هي الفكره في حاجه بقى. خد بالك خلال الفتره اللي هو في 2019 ما شال 3700 لحد ما باعوا هنا، ما حصلش كيرف، يعني ما حصلش السعر ما كانش بيطلع بس، لكن بيطلع وبينزل. فاحنا طبعا هو سعر 3700 هنا عايز بس رقم بالظبط، كان 19 كان بالظبط 19 4 ابريل 2019، فكان هنا almost هنا. اوكي ابريل اوكي، يعني هنا تقريبا almost هنا. اوكي هنا بالظبط. اوكي بس الحقيقه ده مثلا يعني اللي اشترى في اليوم ده بيرفكت، بس في حاجه لو خدت بالك هتلاقي ان السعر طلع ونزل لحد وصل نفس السعر هنا. خد بالك هو وصل يعني وصل في يوم 20 مارس 2020 اللي هو يعني almost تقريبا اقل من سنه نفس اللي هو اشترى بيه. فانت تخيل نفسك انت النهارده عندك 100,000 جنيه مثلا في حاططهم في بيتكوين ولا مليون ولا تفر المبلغ انت حاطه، وانت شايف ان السعر بيطلع وبينزل لحد وصل بعد سنه الانفستمنت بتاعك زي ما هو زاد ولا اقل. طبعا انت لو ما عندكش الجود نوليدج على التحليلات الفنيه وعلى التشارت، واللي هي برده ما بتبقاش اكريت 100%، مش هتستحمل تستنى تاني. ممكن ينزل، انا اعرف منين؟ حتى لو حد قال لك انت مش سوقي. حتى لو انت عندك النولج بتاعت زي التكنيكال اناليسيس نولج، انت هتقلق استنى كمان سنه مع العلم. انت لو بص حصل كده، بص حصل ايه خلال السنه دي، خلاص مش هينزل تاني بقى، خلاص طلوع نفس القصه هنا. كل الفكره في اللونج تيرم انفستمنت انها شويه ضد طبيعه البشر، يعني البشر طبيعتهم ان هو على طول وري، يعني على طول الان. فانت لو انت عندك مبلغ تنفسته وحاطط دماغك هتسيبه لونج ران، مع اي سعر بينزل او مع اي حاجه عكست اللي انت متخيله او اللي انت رسمه، ممكن جدا تغير رايك، وممكن ده يكون سبب انك تخسر فلوس.
عشان كده دايما بقول اللي عايز يقرر يعمل لونج تيرم انفستمنت في البيتكوين زي ما بيقولوا كده يقرر في مبلغ هو مش عايزه، يعني مبلغ مش هيكس مش حي... ده قلتها قبل كده ريسك مانجمنت، يعني انت لو عندك 100000 جنيه ما تقولش هشتري هشتغل فيهم بدول حيلتك يعني، لا طبعا مش عايز مكان. شوف مبلغ انت عايز تسيبه كانه مش موجود، كانه لو راح منك او خسرته مش هيزعل عليه، 10000 جنيه 5000 ايا كان المبلغ، المهم عشان تسيبه وتبقى عندك جول. لان خد بالك في حاجه، انت ممكن مثلا النهارده مثلا السعر النهارده مثلا 43000، يعني السعر نزل على فكره، يعني السعر لو انت خدت بالكوا وعارفين الاخبار النهارده 36000، كان من حوالي 10 ايام كان ب 42000، نزل 8000 دولار في اسبوع. طب انت لو انت اوريدي اشتريت هنا عشان امل ان هو يطلع ونزل ب 36000 دولار، انت ممكن ما تقدرش تكمل تبيع، ولا خلاص انا كده بخسر فلوس عشان انت ما عندكش بلان. لكن انا بقوله لو انت عايز تعمل لونج تيرم انفستمنت اشتري لو، اهم حاجه يعني ايه شغل تشتري لو، يعني مثلا شايف انا مثلا شايف النهارده السعر امبارح يعني بقى لي يومين بينزل حقيقة، بس النهارده ابتدى يعلى، فانت ممكن تشتري النهارده مثلا او تشتري لما يحس ان هو خلاص السعر بيقل شويه. طبعا يا جماعه شورت ده ابعتها لكم، يعني ممكن تبص على تعمل سيرش هنا على البيتكوين يو اس دي، تعمل سيرش كده تيجي تتعلم على دي كده، ده ويب سايت فري هتعمل عليه اكونت فور فري يعني، وبيعمل كل شورت تعمل له، قول له مثلا عايز اعمل البيت يو اس دي، او ممكن تكتبها كده بيتكوين يو اس دي هو ده، وتشوف وتشوف هنا. حاول على قد ما تقدر تشتري لو، على قد ما تقدر. يعني انا دايما ضد، يعني مثلا لما السعر طلع اول عمل الاكسيريشن الفظيع 42000 ده، اللي بيشتري هنا غلطان، لان كله بيشتري، هو لو كله اشترى السعر هيقل، يعني لو كله اشترى بنفس الحجم السعر هيزيد فتره، بس بعديها بيومين ثلاثه لازم ينزل، لان الناس عايز تاخد بروفيت بقى، خد بالك الناس عايز تاخد بروفيت. فانت مثلا لو، وخصوصا السوينجرز، يعني لو اشترى مثلا ب 41000 والسعر ب 42000 وكده كفايه عليا ان انا عايز اخرج، فيخرج فالسعر يقل، هي دي الفكره. فحاول تشتري لو وتعمل لنفسك جول، ليتس سي النهارده مثلا وات ايفر مارش 20 يناير 20 ايا كان، وهنتكلم عن تحليل اخبار في ريسن ثانيه. بس انا بتكلم لو انت شايف مثلا ان انا اوكي انا هحط ال 10000 دولار دول 20000 100000 وات ايفر ومش هاجي ناحيتهم الا مثلا في نهايه 2021 او في اول 2022، مهما حصل سيبهم، وما تبصش على فكره على الاخبار طلع سيبهم زي كانهم مش موجودين. لان زي ما قلنا تاني، لو في حد اشترى هنا عايز اجيب بس اشترى اوضح شويه، اشترى مثلا هنا مثلا السياحه دي مثلا هنا كده، او اشترى هنا استشوف السعر ما يطلع وينزل اهو، عشان نزل هنا وباع خسر كل ده، كل ده خسر لان هو استعجل. ده زي ما قلنا تاني، دي طبيعه البشر اللي ما عندهمش بلان. فعشان يبقى عندك بلان لازم تبقى حاطط لنفسك، وانا اقول دايما يعني 10-15% في المبلغ اللي انت مستعد تنفست بيه از لونج انفستمنت، وسيبه وحط لنفسك سنه اتنين زي ما انت عايز وسيبهم. طيب قلنا بكده اشتري بيتكوين منين؟ قلنا الموضوع مش صعب في مصر، ابعد خالص عن شراء بيتكوين من ناس مجهولين. وانا قلت دايما انا دايما افضل بيكسفول، وحتى انا قلت بيكسفول ده انت ممكن تعمله دي، يعني انت ممكن تعمل منه ديلي تريد، قلتها في الليسن اللي فات، انت ممكن تعمل ديلي تريد من بيكسفول. يعني انت لو عملت مثلا قلت انا عايز اسيل، لو انت اشتريت بيتكوين من بيكسفول بسعر، طبعا معظمهم بيبيعوا اعلى من سعر الماركت بمبلغ قليل يعني، فممكن تشتري من هنا وانت على البيتكوين، وانت لما تيجي تعمل سيل تقول مثلا ممكن تاكسبت مثلا زي ما قلنا هنا، مثلا انت عايز تاكسبت مثلا بيمنت فودافون كاش انت في الفلوس اللي فات، واي كرنسي يقول مثلا ايجيبشن باوند ليتس سي، انت عايز تبيع بيتكوين فهتلاقي ده مثلا عايز يشتري منك بيتكوين، ده عايز يشتري بيتكوين، ده شخص عامل عايز يشتري بيتكوين وفودافون كاش، ده بص ده من 5 دقايق بالظبط، وحاطط ليميت من 60 ل 250 الف جي اس تي. انا مش عارف ايه جي اس تي دي، انا غيرت اعتقد العمله ايجيبشن باوند، اوكي ما اعرفش الجي اس الجي اتش اس تي، اوكي اعتقد ان احنا اوكي لا مظبوط كده مظبوط
فانت ممكن تشتري بسعر النهارده طبعا يكون زي ما قلنا السعر بأعلى شويه من سعر الماركت، وبعدين تعمل اوفر وانت بتعمل اوفر احنا لا بكده تعمل اوفر تقول انا عايزه مثلا ابيع بسعر مثلا 15% اوفر ذا ماركت برايس. لان خد بالك الناس بتشتري بيتكوين عشان يشتري من ماركت برايس، الموضوع مش بالسهوله دي. فحتى لو انت حطيت 14% اوفر ماركت برايس هيشتروا منك على فكره. فيبقى عندك مثلا 10000 دولار بتشتغل بيهم على اللونج ران، او 10000 جنيه ولا 100000 جنيه تفضل المبلغ على اللونج ران لونج انفستمنت، وجزء انا عامله بس تشتغل بيه از ديلي تريدر على بيكس. فانا يا جماعه عايزكم بس يعني على الفيسبوك جروب لو حد عنده عمل اكاونت على بيكسفول وابتدى عمل فيريفيكيشن الاشاره ده على الفيسبوك جروب، وان شاء الله هنبتدي من اول الاسبوع الجاي نعمل الزوم ميتنج مع بعض عشان نشير مع بعض معلومات اكتر. هل في حد عنده طرق افضل لشراء بيتكوين؟ انا شايف ان دي اسلم حاجه في مصر دلوقتي ان انت تشتري عن طريق ويب سايت فيها فيريفيكيشن، لان الموضوع بقى فيه نصب كتير. وانا بكده ابعد عن اي حد يقول لك اشتري من بيتكوين ولا ابعت لي فلوس ولا حول لي ولا الكلام ده خالص. فانا شايف حتى لو انت عايز تعمل ديلي تريدنج از فوركس، انا شرحه بالكامل في كورس الفوركس، لان في الاخر في النهايه البيتكوين يو اس دي نفس فكره اليوري يو اس دي او اي بير اوف كوين اوف كرنسي، يعني هي نفس الفكره. هي محتاجه يكون عندك خبره في موضوع التكنيكال اناليسيس، وانا شرحه بالتفصيل في كورس الفوركس. انت لو عايز مهتم انت عايز تعمل ديلي تريدنج يعني تدخل تخرج في نفس اليوم، فجوين كورس الفوركس وهتعرف تعمل ديلي تريدنج ازاي، سواء كان بالبيتكوين او باي حاجه ثانيه مش فارقه يعني. لكن البيتكوين فرصه كويسه جدا ان ممكن تعمل فلوس على اللونج ران، زي ما قلنا انك تعمل جزء من الفلوس وتخليهم في البيتكوين، تشتري بيهم بيتكوين وتفضل تشتريهم من هنا. مثلا ممكن انت ممكن تشتري بيتكوين من هنا وتحوله على الكولد والت بتاعتك اللي لسه عامل لسه ايه النوع المفضل وتشتريهم ازاي وتعمل ازاي كونفيجريشن، وتشيلهم وليكن ب 10000 دولار اي كان المبلغ اللي معاك وتسيبهم وكانهم مش موجودين لمده سنه. زي مثلا زمان لك انا اشتريت ارض مثلا من 10 سنين سبتها جابت له اضعاف الاضعاف، ده نفس القصه كده. لكن هو ما قعدش حسب ده نقصت زادت ده الحق. لا حط في دماغك ده لونج انفستمنت، وحط لنفسك يعني كوميتمنت ان انا مش هلمس الفلوس دي الا مثلا بعد مثلا اخر 2022 ديسمبر. فتحط نفسك فيكسد ديت كمان يعني وقت ويعني يوم وسنه مش هلمسهم. السعر طلع السعر نزل ان شاء الله يكون ال 10000 جنيه بقوا كمان مثلا في شهر 11 بقوا 200000 جنيه برضو ما تبيعهمش. كوميتمنت يعني ممكن جدا يبقوا 500 في شهر ممكن ينزلوا على فكره، بس الفكره انت بتتحكم في قراراتك. لان انت لو سبت الموضوع عايم وما عندكش كوميتمنت ما عندكش خلاص انا هعمل كذا، عادي جدا ممكن لو السعر نزل شويه تروح بايع وتخسر الفرصه انت ممكن تكسب بيها فلوس. طب احنا ممكن نحلل الماركت شويه لان هو موضوع ما هوش عشوائي قوي. ان انا عايز اقول ايه، انا توقعت في 2021 ان سعر يزيد 100%، مفيش حاجه اسمها 100%. بس احنا ممكن في ليسنز جايه نبتدي نحاول نشوف فيها شويه تحليلات فنيه شويه على اللونج على اللونج ران، واديكم شويه ادفايس لو فعلا السعر فعلا هيزيد خلال 2022 يبقى لازم كنا نعمل كده. اوكي، نشوفكم ان شاء الله في الليسن الجايه.